احنا متعودين دايما على الانتصارات، وان شاء الله ان شاء الله هنكسب، لان احنا بنكسب بمجهودنا. والراجل الكوتش بتاعنا الجديد كولر راجل محترم وعنده فكر كويس قوي. انا اتمنى من النادي لعيبه النادي الاهلي يركزوا كويس جدا في الملعب وما ضيعوش فرص كتيره، وكل الفرص ان شاء الله نحرز منها اكبر قدر من الاهداف. ربنا يوفق اللعيبه كلها، وكان هيبقى يوم جميل باذن الله، نيجي مرفعين الراس يوم 28 من الامارات باذن الله. اوجه رساله للاعبين بمزيد من التركيز ومزيد من الاتقان في اللعب، علشان ان شاء الله باذن الله نجيب نتيجه كويسه ونفرح كلنا ونتبسط، يعني ان شاء الله باذن الله. والله انا بصراحه مقتنع بيه جدا، وانا ورا مجلس الاداره في اي قرار بيتاخده. ده مدرب كبير واحنا عندنا سكواد محترم، وان شاء الله يعمل شغل كويس. وانا شايف اللعبه كلها بتحترمه، اللعبه كلها حباه، وشايف روح كويسه جدا في الفريق، وان شاء الله خير، القدم افضل باذن الله. وبالنسبه لنتيجه الماتش، انا متوقع ان شاء الله هنكسب، هنعمل ماتش كويس جدا، وبتوقع ان يبقى اول اهداف شادي حسين في مباراه القمه بين الاهلي والزمالك، هيسجل هو الهدف الاول، وان شاء الله علي معلول يسجل الهدف الثاني. مدرب بس محتاج وقت يفهم كمستر اللعيبه، يفهم، محتاج بس وقت مع ضغط المباريات وافريقيا وكده. ان شاء الله اللعيبه برده هتنسجم معاه، وضغط المباريات وافريقيا وكده ان شاء الله الدنيا هتمشي احسن بكتير يعني من الاول ان شاء الله. انا الصراحه شايف في تغيير كبير وعامل فرق كبير في النادي، وان شاء الله يكون اللي جاي احسن، ونبدا موسم جديد ان شاء الله، ونادي باداء احسن بكتير ان شاء الله، احسن من اللي فات كله. المدرب لغايه دلوقتي ماشي كويس، وبدا يعمل تشكيلات جديده وكويسه هتفيد طبعا النادي الاهلي العظيم. ان شاء الله بس ربنا يوفقه في الماتش اللي جاي بتاع السوبر، بس كده يحط خطه كويسه، وان شاء الله نعدي من الماتش ده ان شاء الله.